هذا هو موقع نهر زيندارود، النهر الذي يعني اسمه بالفارسية مانح الحياة. تنتهي رحلة هذا النهر هنا على ارتفاع 1470 متراً فوق سطح البحر في الهضبة الصحراوية الإيرانية، حيث يقع هور كاوخوني. مساحات خضراء تشكل ملاذاً لآلاف الطيور، لكن كل هذا كان في السابق. كانت هذه مملكة النهر العظيمة، حيث كان يجري عبر أكثر من 400 كيلومتر، مخترقاً الأراضي ومالئاً المياه الجوفية وساقياً النباتات على مدار 7000 سنة. كان النهر محوراً لقيام الحضارات وجالباً للحياة، ولهذا أطلقت عليه بالفارسية تسمية مانح الحياة. لكن في بداية صيف العام 2017 لم يتدفق من هذا النهر سوى بضع قطرات، وكان الوضع هكذا خلال 30 سنة الماضية. هذه المدة لا قيمة لها في حياة النهر الطويلة، لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى حياة علي رضائي الذي يجتر الماء من ذاكرته وخيالاته عوضاً عن البئر. كنا ندعو هذا المكان قلعة شاخ كينار، نبعد نحو 25 كيلومتراً عن بلدة ورزنة. الناس يأتون إلى هنا من البلدة ليزرعوا الأرض، وكانوا ينامون في القلعة. عندما كان هناك ماء كنا نزرع القمح والشعير، لكن القطن كان المحصول الأساسي، وكان ذا نوعية ممتازة. نساؤنا الوحيدات في إيران التي يرتدين الجلابيب البيضاء، وكانت تنسج من القطن المزروع. هنا بدأ منسوب المياه يتراجع شيئاً فشيئاً. في العام 1988 توقف الناس عن الزراعة هنا ورحلوا بسبب شح المياه. كلما أتيت إلى هنا أشعر بحزن في داخلي. يحزنني أن أرى هذه الأرض التي كانت خصبة سابقاً قاحلة ومهجورة الآن. نعرف الكثير عن تدخلات إيران ومحاولاتها التوسعية وبرنامجها النووي المثير للجدل، وعن نفطها وغازها، لكن ما الذي نعرفه عن نقطة ضعفها؟ الماء. لا أعتقد أن هذه مجرد أزمة ماء، بل أزمة النظام الحالي في إيران الذي يسبب هذه الكوارث. كانت بحيرة أورمية شمال غربي إيران من بين أكبر البحيرات المالحة في العالم، ومنطقة يفضلها الكثيرون في العطلات. لكن مساحات إيران المائية اختفت وجفت مياهها الجوفية حتى ظهرت الشقوق في الأرض. هاجر السكان قرىً بأكملها بسبب شح المياه والسدود التي كانت يوماً فخراً للبلاد، وبالكاد تحتوي قليلاً من الماء الآن. ببنائنا السدود بحجة الإدارة العصرية للمياه، افتعلنا في إيران وهماً بوفرة المياه. أصبحت المياه أندر الموارد في إيران، وأصبح توزيعها مصدراً للتوتر الاقتصادي والاجتماعي في الداخل، وانعكس هذا الأمر على علاقات إيران المضطربة أساساً مع دول الجوار. لقد صنف البرلمان ندرة المياه كمشكلة أمن قومي. تحولت ندرة المياه في إيران إلى أزمة حقيقية، حتى باتت تتصدر حديث العلماء والسياسيين المعنيين بالبيئة والمزارعين. لكن من أين نشأت هذه الأزمة؟ ولما إيران؟ سأجيب عن الأسئلة بينما نتتبع مجرى نهر زيندارود الذي كان النهر الوحيد الجاري باستمرار عبر الصحراء الواسعة في الهضبة الإيرانية. أعطى هذا النهر الحياة لمدينة أصفهان، جوهرة الحضارة الفارسية، وهو يعبر مدينة ورزن الصغيرة لينهي رحلته في هور كاوخوني، ما يمنح علي رضائي الفرصة لأن يزرع القطن.
كان يسمح لنا سابقاً بأن نأخذ جزءاً من مياه النهر التي كانت تخترق التربة وتملأ المياه الجوفية، وهذا لا يكلف شيئاً اليوم. حتى نواصل الزراعة يجب أن نضخ المياه من البئر، وهذا يكلف الكثير إذ يصل عمق البئر إلى 370 متراً. بقيت لدينا بئر واحدة، ولست الوحيد الذي يستخدمها، إنها بئر عامة أتشاركها مع بقية المزارعين، فقد كنت أملك في أرضي 22 بئراً ضحلة، لكنها جفت جميعها. أزرع البرسيم والقمح والشعير، ولدي مزرعة أسماك، هذا هو ما أكسب منه لقمة عيشي. لكن اضطر العديد من المزارعين للاستسلام، ولم يتمكنوا من كسب لقمة عيشهم، لذا رحلوا للبحث عن عمل في مكان آخر. رحل العديد من الأشخاص وهاجروا إلى أقرب المدن الكبيرة مثل أصفهان، لكن البعض ذهبوا إلى أبعد منها مثل قم وطهران. انخفض إنتاجنا بنسبة 70%. لا تنمو النباتات اليوم إلا عند نبع نهر زايندارود. لطالما كانت الهضبة الإيرانية قاحلة. لم تتجاوز معدلات هطول الأمطار فيها 100 إلى 150 مليمتراً سنوياً، وذلك لأنها محاطة بالجبال المرتفعة التي تمنع السحب من المرور، إلا أنها كانت كافية للذين استقروا هناك إلى قرون، حيث تعلموا اكتشاف مصادر المياه والخزانات الطبيعية بطرق حولت استخراج هذا المورد الثمين إلى عمل فني. لطالما كان المناخ الجاف حقيقة مقبولة للحياة في إيران، مشكلة القحط أصبحت أمراً يعتمد على ظاهرة الاحتباس الحراري. علينا أن نتعامل مع ارتفاع درجة فاصلة 8 على درجات الحرارة، والذي أدى إلى الجفاف على مدى 30 سنة الماضية. هذا هو الواقع وعلينا أن نتكيف معه. يعد الاحتباس الحراري إحدى الكوارث التي تؤثر عليه كنهر، لكنه يكشف عن مشكلة أعمق، ألا وهي طرق الزراعة المستخدمة في إيران المعاصرة. ازدهرت العاصمة السابقة للإمبراطورية الفارسية أصفهان حول نهر زايندارود، حتى قيل إنه روح المدينة وملهم الشعراء. تعد الجسور القديمة التي تعبر النهر تحفة فنية للهندسة المعمارية، حتى إن جسر 33 قوساً كان يستقطب الأباطرة والشاهات ليتمتعوا بعظمته. في ذلك الوقت كان النهر يتدفق طوال السنة، وبفضل الآلاف من القنوات كان يروي الحدائق المورقة ويملأ الآبار الجوفية، وبالطبع كانت هناك مياه كافية لتغذية برك ساحة الإمام ونوافيرها من أجل متعة الأطفال والسياح. ولكن اليوم اختلف كل شيء. للأسف ضرب الجفاف إيران للعام السابع الآن، لذا يتم تقنين مياه النهر ويمكن استخدامه في فترتين فقط، فبراير ومارس وإبريل، وفي سبتمبر وأكتوبر. على بعد 100 كيلومتر غرب أصفهان يوجد سد بنته شركة إيرانية فرنسية قبل 45 عاماً. تحفظ المياه في الخزانات من أجل الصناعات، لا سيما صناعة الفولاذ، ومن أجل الاستهلاك المنزلي هنا في أصفهان. لكن الآن يرسل بعضها إلى يزد وكاشان أيضاً، لذا فإن الأصفهانيين غير سعداء. عندما كنت صغيراً كنت آتي مع عائلتي قبل رأس السنة الإيرانية ونغسل السجاد هنا. لم تكن هناك شركات تنظيف السجاد حينها، لذا كان يأتي الحي كله إلى هنا لغسل السجاد والبسط، ثم يتركونها على ضفة النهر لتجففها الشمس.
لم يرى أولادي النهر إلا وهو جاف غالباً، بين فترة وأخرى تسمح السلطات للنهر بأن يتدفق لثلاثة أسابيع، وعندما يكون هناك ماء يصبح الأولاد متحمسين ولا يطيقون صبراً لركوب قوارب التجديف. عندما أرى هذا أحزن أكثر من الآخرين، لأنه بالإضافة إلى مشكلة جفاف زايندارود أشعر بالمسؤولية، لأني عاجز عن إعادة النهر إلى الحياة بهدف تغيير الوضع. قبل عامين هطلت كمية لا بأس بها من الأمطار. ظننا أننا سنستطيع جعل النهر يتدفق طوال السنة، وبذلنا كل جهدنا لفعل ذلك، لكن عندما جاء الصيف زاد استهلاك الماء كثيراً، وأجبرنا على تركه يجف مرة أخرى. لدى سيد بصير بور مهمة صعبة في أصفهان لكونه رئيس شركة توزيع المياه، فهو يحتاج إلى ملياري متر مكعب من المياه حتى يلبي احتياجات المدينة، ونهر زايندارود بالكاد يوفر نصف هذا الرقم، كما أنه مصدره الوحيد. كيف يمكنه جعل المدينة تزدهر في الصحراء؟ أدرك الكثيرون قبله هذا الأمر ووجدوا حلولاً تحمي المنبع، لكنهم لم يستطيعوا مقاومة النمو السريع في القرن العشرين وسوء الإدارة والفساد. لدينا هنا نسخة من وثيقة قديمة تعرف باسم مخطوطة الشيخ البهائي، كتبت في العام 1521 بطلب من الشاه طهماسب ملك من السلالة الحاكمة الصفوية. كتبها الباحث والعالم والشاعر والمعماري الشيخ البهائي. لا تزال هذه الوثيقة تعتبر الأساس القانوني الرئيسي في توزيع مياه زايندارود. يقسم النهر إلى 7 مناطق، يقسم كل منها إلى 33 حصة، وهذه الحصص تتوافق مع احتياجات المستفيدين من المياه. عندما كتبت هذه الوثيقة كان المزارعون هم المستهلكين الأساسيين للمياه، وكانوا يتناوبون لسقاية حقولهم وريها، فقد تم تحديد وقت الحصول على الماء والكمية لكل مستهلك. بعد إنشاء السد قبل 45 سنة ألزمت شركة مياه أصفهان باتباع مخطوطة الشيخ البهائي بالاستمرار بتقسيم المياه بحسب المناطق والحصص اعتماداً على الاختلافات في معدل التدفق، لكن بازدياد الكثافة السكانية كان على الشركة تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وإضافة لذلك شيدت مصانع عدة ولم تكن لها حصة سابقاً من مياه النهر في المنطقة، باعتبار أن السد يشكل خلفه خزان الماء فستحصل على مياه طوال العام. كل هذه الأمور مجتمعة زادت من صعوبة تطبيق مخطوطة الشيخ البهائي. يعيش اليوم في أصفهان ثالث أكبر مدينة في إيران مليونا شخص، ومع سكان الضواحي يصبحون 5 ملايين. وأصفهان مدينة ذات كثافة سكانية كبيرة من الشباب الذين يعدون الفئة الأكثر استهلاكاً. يعيش 70% من الإيرانيين في المناطق الحضرية الآن بمعدلات ولادات مرتفعة، وأصفهان تعتمد على مصادر المياه المتناقصة بسرعة ككل المدن الكبيرة البعيدة عن البحر في إيران مثل طهران ومشهد وتبريز وشيراز. تضاعفت الكثافة السكانية منذ الثورة في العام 1997. قبل الثورة كان عدد سكان 36 مليون نسمة ليصبح بعدها 80 مليونا، وفي الوقت نفسه حسن السكان من معايير نظافتهم الخاصة، وأدى النمو الاقتصادي وتطور الزراعة وتربية الماشية والصناعة إلى زيادة استهلاك المياه بوتيرة أسرع من تزايد السكان، وهذه الظواهر مجتمعة تسبب شحاً أكبر بالمياه.
تتمثل إحدى المشكلات في أن الإيرانيين يستخدمون كميات كبيرة من المياه أعلى من المتوسط العالمي للاستخدام المنزلي وأكبر من المعدل العالمي، إذ إنه عوضاً عن استهلاك نحو 150 لتراً في اليوم للشرب والغسيل، فالإيراني العادي يستهلك نحو 320 لتراً. لهذا تحول التلفزيون الإيراني مؤخراً إلى معلم في محاولة لتغيير هذه العادات السيئة. لا تترك المياه جارية عند تنظيف أسنانك، املأ غسالة الملابس، وافرك الخضروات والفواكه جيداً قبل غسلها بالماء، لكن لا تسرف في استهلاك المياه في الشرب والغسل. يشكل هذا فقط 8% من إجمالي استهلاك البلاد، لذا حتى لو توقف الإيرانيون نهائياً عن استخدام المياه في المنازل، فإن هذا سيوفر 8 مليارات متر مكعب من الماء سنوياً. وفي الوقت نفسه تستهلك الزراعة والصناعة 80 إلى 100 مليار متر مكعب في السنة. لذا إذا أردنا حل أزمة المياه، فالأولوية هي تحسين كفاءة الزراعة وفعل الأمر نفسه في الصناعة. دخلت إيران في حلقة مفرغة، فلا يمكن إيقاف الزحف نحو المدن، خصوصاً في الوقت الذي تتغذى المدن على الهجرة الريفية الناجمة عن الجفاف. ولا يحتاج سكان المدن إلى الماء فقط، بل إلى الغذاء أيضاً. لذلك يتم تكثيف الإنتاج الزراعي بالقرب من المدن، وتعتبر الزراعة المستهلك الأكبر للمياه في إيران. يوجد وادي زايندا رود عند منبع النهر في أصفهان، وهو تجمع لسلسلة من المدن الصغيرة والمصانع والحقول التي تعتمد بالكامل على النهر. عندما تغادر المدينة متجهاً نحو منبع النهر، ترى أن القاع لا يزال جافاً، لكن بعد نحو 30 كيلومتراً هناك بركة غريبة تتبخر في الشمس. لا يزال النهر يملك هنا بضع قطرات من الحياة ليمنحها، حيث يسحبها المزارع بمضخته ليروي خضروات حديقته أو أرزه. منذ وصول الخميني، جعلت الحكومة الإيرانية المعزولة من الاكتفاء الغذائي أولوية سياسية، وبدأت بالتركيز على تطوير قطاع الزراعة، لكن من دون تخطيط وعلى أسس غير علمية. تم حض المزارعين على زراعة أنواع جديدة من المحاصيل تعتمد على الري المكثف. الأقنية المكشوفة التي يتبخر منها ثلث المياه في الشمس فاقمت المشكلة. والآن تصدر إيران بعض المنتجات الزراعية، لكن خسائرها أكبر من فوائدها لكونها تحتاج إلى كثير من المياه. إحدى مشكلاتنا مع الزراعة الإيرانية أن بعض المحاصيل عوائدها أقل قيمة من الماء الذي تحتاج إليه لزراعتها، بالإضافة إلى رواتب العمال والأتربة والأسمدة والمبيدات وكلفة النقل. إنه بصراحة شيء غير منطقي، لكننا واصلنا الإنتاج، وكان الشعار الزراعة مهما كلفت والاستقلال مهما كلف، وهذا هو سبب الأزمة. على سبيل المثال، لم نزرع الأرز في مكان قاحل مثل وادي زايندارود قرب أصفهان. هذا ليس خطأ المزارعين، إنهم مرغمون على تنفيذ سياسة الحكومة. للأسف كنا في إيران بطيئين في إدراك أين يكمن الخطر البيئي ومدى أهميته. قيل للمزارعين أن يزرعوا من دون وجود لأي أفق، لهذا فعلوا ما أمروا به وزرعوا. هناك 10 ملايين شخص يعملون في قطاع الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن غير المرجح أن تستطيع موارد المياه في البلاد الاستمرار بتأمين العمل لهذا العدد الكبير من الناس. لكن الحكومات المتعاقبة واصلت تجنب التعامل مع المشكلة. يقولون استمروا بالزراعة والإنتاج، سنرى لاحقاً، لكن ليس هناك مستقبل للزراعة على وضعها الحالي. تجف مواردنا المائية بسرعة كبيرة، والمزارعون هم أول الضحايا لسياسة الإفراط في استغلال المياه.
تقسم إدارة المياه في إيران بين وزارتين: وزارة الطاقة المسؤولة عن إنتاج المياه وتوزيعها على المدن، ووزارة الزراعة المسؤولة عن إمداد الزراعة بالمياه، لأن 90% من المياه لا تزال تستخدم في قطاع الزراعة. لدى هاتين الوزارتين سياسات متضاربة ولا تتفقان في الرأي. علاوة على ذلك، فوزارة الطاقة لا تملك سياسة مياه حقيقية، بل تتبع ببساطة نصيحة المستشارين الإقليميين والمحليين الذين لا يفكرون إلا في تحقيق مكاسبهم الشخصية، ولا يفكرون في المصلحة الوطنية، بل في إنشاء سدود وشبكات جديدة لا غير، ويدعون أنه إذا لم ننقل المياه من منطقة إلى أخرى فستدمر البلاد، ولا يسعون إلى تقليل الاستهلاك مطلقاً. شخصياً أظن أننا يجب أن نخاف من الجفاف السياسي، وأعني بذلك سوء الإدارة أكثر من قلقنا من الجفاف الطبيعي. نجح قادة أصفهان المحليون أصحاب التأثير على المستوى الوطني في بناء مصانع قريبة مثل مصنع فولاذ مباركة الذي كان من المفروض بناؤه على ساحل الخليج، واعتمدوا في حجتهم على وجوب تأمين فرص عمل في منطقة أصفهان لتحقيق النمو الاقتصادي. كانت نيتهم جيدة، لكن كان السماح بذلك خطأ استراتيجيا في تلك المنطقة. أن تنشئ صناعة تحتاج إلى 1000 متر مكعب من الماء كل ساعة، لذا فإن سبب أزمة مصادر مياهنا ليس الاحتباس الحراري أو تغير المناخ فقط، كما أنه عوضاً عن مراعاة الواقع الطبيعي للبلاد لتحقيق تنظيم أفضل لتطورنا، أشعلت الحكومة حرباً بين هذه الحقائق. كنا فخورين للغاية بخبرتنا الهندسية وقدرتنا على إنشاء السدود من أجل نقل المياه من منطقة إلى أخرى، حتى انتهى بنا المطاف إلى التسبب بهذه الكارثة. يعاد تشكيل نهر زيند رود قبل أن يصل إلى أصفهان على طول مجراه الطبيعي، وتبنى فوقه السدود ويتم استغلاله واستخدامه ويغير مساره بشكل عشوائي. يقومون بتنقية النهر هنا حتى يشرب منه سكان المدينة، ويتم إنشاء فروع اصطناعية منه لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية. تم تغيير مسار جزء من مياه زيند رود منذ العام 2001 عبر شبكة من الأنابيب إلى مكان يبعد 300 كيلومتر، ويسافر نهر زيند رود بعيداً حتى يزد. يزد لؤلؤة الصحراء، أثبت الإنسان في العصور القديمة ذكاءه بالقدرة على العيش هنا بالرغم من المناخ العدواني وغياب المياه، ولهذا السبب قاموا باختراع برج الرياح هذا. تدخل رياح الصحراء الحارة إلى هذه الأبراج، فتعبر أحواض المياه الباردة لتتحول إلى نسيم عليل يعبر البيوت. كان هذا اختراع تكييف الهواء، وكان قبل الكهرباء بزمن طويل، وأقدم بكثير من النمو السكاني والصناعي المتسارع. أما اليوم فيزد هي تجمعاً لما يزيد عن 1,000,000 نسمة، منهم السيد خاكي الذي يحتاج مياه زيند رود حتى لا يموت عطشاً. كيف تدبروا الأمر قبل شبكة الأنابيب المعاصرة التي جلبها أحد أبناء المقاطعة، وهو الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي؟ الجواب هنا تحت الأرض ويدعى بالقناة. هذه قناة حسن آباد، حفرت قبل أكثر من 500 سنة،
لم تكن هناك كهرباء أو خزانات وقتها، لذا غذت القناة نصف مدينة يزد. قسمت إلى 11700 حصة تتطابق مع كمية معينة من المياه. للجميع حق التصرف القانوني الذي توارثته الأجيال. ورثت حصتي، لذا لدي الحق فيها لسقاية أرضي. القناة هي ممر مائي تحت الأرض محفور يدوياً، وقد يصل طولها إلى أكثر من 50 كيلومتراً، وعمر بعضها أكثر من 2000 عام، وتعرف من سلسلة الآبار المتعاقبة، لذلك يجب صيانتها وجر المياه منها. لا حاجة إلى المضخات، لذا لا داعي إلى الطاقة، حيث تنحدر المياه الجوفية من الجبال إلى السهل بتأثير الجاذبية. وعندما تكون المياه الجوفية قليلة لا يستهلكون مياه المنبع، لذا تتوقف القناة عن التدفق حتى ارتفاع المنسوب. من دون هذا الاختراع تستحيل الحياة في معظم مناطق الهضبة الإيرانية. من أين تأتي المياه؟ من القناة أم من المنبع؟ أعلم تماماً أنها من القناة. خلال يوم كامل يتم توزيع المياه بالقناة، لأنه بعد كل دورة للمياه يسحب أحد أصحاب الأراضي حصته من المياه إلى أرضه. عندما أتيت إلى هنا ورأيت العمل، كنت أفكر في كيفية احتمال التحكم بالمياه الجوفية. ثانياً، الشيء الأكثر إثارة هو كيف استطاعوا حفر القناة تحت الأرض؟ أعتقد أنها من أروع الأشياء في العالم. أول رسالة تعطينا إياها القناة هي الاعتماد على الموارد المتاحة فقط، وهي رسالة مهمة، لأنه عندما تعتمد على المياه المتوافرة في منطقتك فقط يؤدي ذلك إلى الاستقرار. الرسالة الثانية هي أنه يجب تنظيم الإمدادات وتقسيم هذه المياه. يجب أن يكون هناك تعاون وانسجام بين السكان المحليين. هكذا كان الوضع في الماضي، وأظن أنه يجب أن نحترم هذا الدرس ونتبناه في طرق إدارة المياه المعاصرة. تتطلب القناة أيضاً تنظيماً اجتماعياً، ما يسمح بإدارة المياه المدروسة بعناية، وعلى المالكين المشتركين التعاون تحت إشراف شخص يدعى مهراب، الذي يضمن أن يلتزم كل شخص بالقواعد. هنا القيمة الحقيقية للماء هي في الوقت. كل شخص يمكنه سحب حصته من القناة بالاعتماد على التقسيم اليومي، فالذين يملكون 16 حصة يمكنهم سحب ما يعادل ساعة و25 دقيقة في الأسبوع، والذين يملكون 8 حصص يسحبون 42 دقيقة في الأسبوع. هكذا نوزع المياه بيننا. إذا كان يملك ساعة واحدة لكنه يحتاج إلى المزيد، يستطيع تمديد الوقت من جاره، ويتم السداد له الأسبوع التالي. نفتقر للمياه أحياناً بسبب انهيار في مكان ما من القناة، وبينما ننتظر حتى يتم إصلاحه ينخفض منسوب المياه. بسبب الجفاف الذي ضرب يزد في السنوات العشر السابقة، نجبر غالباً على استخدام مياه البئر. هناك على امتداد قناتنا العديد من أعمال البناء الجديدة التي سببت لها الأذى، لكن الحكومة لا تفعل شيئاً. لوقف ذلك يجب احترام حدود القناة وسلامتها. نحن لا نطلب الإذن بحفر آبار جديدة، بل نريد حماية قناتنا فقط، لكننا اليوم غير قادرين على ذلك لعدم امتلاكنا الوسائل. نريد بعض المساعدة الاقتصادية حتى نزيل الرواسب ونبقيها في حالة جيدة. هناك 37,000 قناة لا تزال تعمل في البلاد تؤمن 10% من احتياجات الزراعة، وهذا ما يعادل عشر ما يستخدمه المزارعون. هذا يجنب حفر آبار جديدة أو ضخ المياه الجوفية، ويقلل من استهلاك طاقات الوقود الأحفوري كالكهرباء. ولكن للأسف
يهدد النمو الحضري بمشاريع بنائه الضخمة والتنمية الصناعية القنوات، ما يجعل احتمال اختفاء القنوات من الحياة الحضرية الحديثة كبيراً. لكن هذه طبيعة البشر، لا نحب أن نبذل جهداً، بل نريد مصدراً سهلاً للمياه عشوائياً وبلا جهد. تم تغيير مسار جزء من مياه زيندا رود إلى يزد، لهذا نمت المدينة بشكل كبير، لكن خطر نقص المياه ما زال يهددها، ولذا فإن الحكومة تتحدث عن بناء شبكة أنابيب جديدة لجر المياه من الخليج العربي على بعد أكثر من 500 كيلومتر. وحتى ذلك الوقت يتم يومياً تقسيم وحجز واستغلال نهر زيندا رود أكثر من استطاعته ومن دون أي خطط أو منهجية حكومية. يبدو أن الإيرانيين اليوم إلى جانب قادتهم نسوا أنهم كيفما غيروا مسار النهر فإنهم سيخلقون وهماً بالوفرة للبعض وشحاً حقيقياً للآخرين. لأجل هذا تزداد المخاوف من تحول النهر المانح للحياة إلى قضية نزاع وصراع. إذا لم يتم تحويل الماء إلى يزد فستصل إلى ورزنة ومزارعي أصفهان، وبهذه الطريقة لن يكون أحد سعيدا. لم تكن تنقصهم مياه شرب في يزد، لكنهم ادعوا أنها مالحة جدا، لذا بدأوا باستخدامها في الزراعة وأخذوا مياهنا للشرب. الآن لا نشتكي كثيرا، لم ينقصنا الماء هنا، لكن الناس في جنوب أصفهان غير سعداء لأن كل شيء جف هناك وفقدوا مصادر دخلهم. إنه شيء صعب ومحزن، لكنه ليس خطأنا، فكمية المياه التي نأخذها من النهر بالكاد تؤثر على النهر. حتى نضخ ساعة من المياه ندفع نحن المزارعين 5000 تومان، وهذا يتضمن استئجار المضخة ومشغل المضخة والكهرباء. 5000 تومان تعادل دولاراً ونصف الدولار، لذا فهي ليست مكلفة جداً. يبدو النهر هكذا إلى مسافة 80 كيلومتراً من مجراه العلوي من حديقة السيد اسكندري كحبل نجاة عبر الجبال القاحلة، وهي جبال مخططة بشبكة من الأنابيب التي تجر الماء على علو قممها. أعطى الرئيس المحافظ السابق محمد أحمد نجاة مزارعي المنطقة الحق الكامل باستخدام ما يحلو لهم من مياه النهر، وذلك من دون مقابل، لذا بدأوا بزراعة أنواع من المحاصيل تحتاج إلى كثير من المياه، وهذا تسبب بوجود 700,000 مضخة في البلاد، نصفها غير قانوني. ها نحن عند السد الذي يحمل اسم النهر زيندا رود، وقد تم إنشاؤه بهدف تنظيم التغيرات الموسمية في معدل التدفق، إذ يمكنه استيعاب 1500 مليون متر مكعب من الماء. لم تكن منطقة أصفهان من دونه لتنمو بالشكل الذي نمت به. عملت فترة طويلة بصفتي مستشارة في شركة شبه حكومية تشرف على إمدادات المياه وإنشاء السدود لوزارة الطاقة، وتعلمت الكثير من خلال التحدث مع المزارعين، وسرعان ما أدركت أن لديهم وجهة نظر مختلفة عن المياه مقارنة بي كشخص تقني. هم من جعلوني أدرك أنه وللأسف سببت غالبية السدود مشاكل كبيرة لمنبع المجرى ومصبه، وببنائنا المزيد منها كنا مسؤولين عن جفاف البحيرات والأنهار. يدشن نظام السد 11، وهذا يجسد الجهد المبذول في هذا المجال بشكل واضح. ترمز حرية الولوج إلى الماء بحد ذاتها إلى نجاح الإصلاح الزراعي. ولا الزمن الذي احتكر فيه المالكون هذه الثروة الأساسية وقسموها كما طاب لهم.
أصبح بناء السدود أولوية في إيران خلال الخمسينيات، فقد كانت السدود رمز التطور والإدارة الحديثة المبنية على النموذج الغربي. اعتمد النظام الجديد الأسلوب نفسه بعد ثورة الخميني، لكن من دون منهجية وخطة. واليوم هناك نحو 650 سداً في البلاد، ويوجد أحياناً 4 أو 5 سدود على النهر نفسه، لكن 40% من السدود غير مجدية لأن خزاناتها فارغة معظم الوقت، إما لأن النهر الذي يغذيها قد جف، وإما بسبب التبخر الذي يحدث بطريقة حتمية عبر مساحات المياه الشاسعة، شيء عرفه الفرس القدماء تماماً. عرف الإيرانيون قبل 2000 عام كيفية بناء السدود، لكنهم كانوا حريصين على تحديد أفضل طريقة لإدارة المياه. أدركوا بسبب التبخر الذي يصل في الصحراء إلى 4 أمتار في السنة أن السدود كانت تسبب هدراً كبيراً للمياه، لذا هي غير مجدية للسكان. كانوا يعلمون كيفية بناء السدود، لكنهم كانوا يعلمون أيضاً متى يتوقفون عن بنائها. الهدف الأساسي لبناء السدود في إيران ليس الماء ولا الكهرباء، إنما المال. أي نوع من المال؟ المال الذي يتم تمريره تحت الطاولة. عندما تمنح شركة خاصة عقد بناء سد، كان المال السبب الأساسي الذي تبنى من أجله السدود. قامت الولايات المتحدة في السنوات السابقة بإزالة ما يزيد عن 1000 سد. قرروا أنه ليست لها فائدة بيئية أو ربحية، لذا يجب إزالتها. فمنح المال للذين قاموا ببنائها لأنهم يعرفون تكنولوجيا السدود، وهم لواء الهندسة في الجيش الأمريكي. لدينا في إيران شيء مشابه لذلك، وعلينا أن ندفع لإزالة الكثير من هذه السدود. لا تعد المسألة المحيطة بالسدود بيئية فقط، وإنما سياسية أيضاً. قدمت الأعمال الهندسية العديدة على أنها جزء من النضال من أجل سيادة البلاد على مر سنوات عديدة، وقد كانت فخر الإيرانيين، كما في الفيلم الترويجي لشركة أشغال عامة الذي يقارن العمال بالمقاتلين الأبطال في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. لكن هذا أكثر من تعبير مجازي، فالعديد من هذه الشركات مرتبطة بالحرس الثوري فعلياً، وتحتاج هذه الشركات إلى عطاءات لتوظيف الآلاف من المهندسين والعمال حتى يحلوا أزمة المياه الحالية ويقترحوا أعمالاً هندسية ضخمة. في مجال العلاقات الدولية، إيران معزولة وضعيفة، لا تستطيع هذه الشركات تصدير التكنولوجيا أو الخبرات الخاصة بها. إنهم غير قادرين على أن يبنوا سدوداً في دول أخرى، لذا يستمرون بدفعهم إلى بناء السدود في إيران حتى لو لم تكن لها فائدة. لكنهم الآن بدأوا بإدراك أن ذلك يزداد صعوبة، لذا يقترحون بدء أعمال تجر المياه من بحر قزوين ومن خليج عمان والخليج. انتهى عصر السدود ليحل محله عصر شبكات الأنابيب. يمضي نهر زيندارود في طريقه بين منبعه الذي يقع على ارتفاع 4000 متر وخزانات المياه خلف السدود، وبين هضاب شهار محل وبختياري في إقليم يدعى بمحمية إيران. يصل النهر إلى معدل تدفقه الطبيعي هنا، حيث يكون متحرراً من كل التدخلات كما يبدو، لكن ذلك غير صحيح. ترشحت من هذا النفق في قرية كوهرانغ ملايين اللترات من المياه ليلاً ونهاراً لتنضم إلى مياه النهر، وقد أصبح هذا النفق مصدر جذب للسياحة المحلية. يعبر هذا النفق جبال زاغاروس بطول 5 كيلومترات، رابطاً حوض النهر بنهر كارون، ولذلك اختفت الحدود بين مياه النهرين.
قاد البدو الرحل قطعانهم إلى المنطقة إلى قرون بحثاً عن المراعي في الصيف، لكن في إيران المعاصرة لم يعد الرجل يأتي بحثاً عن الماء، بل يحضر الماء مباشرة إليه. طبقت العديد من مشاريع إعادة توجيه المياه في هذه المنطقة. نحن الآن قريبون من نهر يدعى كارون الذي يملك فرعاً يدعى كوهرانج. توجد ثلاثة أنفاق في هذا النهر وحده. لتحويل مسار المياه إلى زايندارود يضاف إلى زايندارود سنوياً ما مجموعه مليار متر مكعب من المياه، وهذا يأتي بشكل أساسي من حوض كارون، والهدف الأساسي منه هو زيادة معدل تدفق زايندارود من 800 مليون متر مكعب إلى 1,800,000,000 متر مكعب. لكن من خلال إعادة توجيه المياه نحن نتسبب بأذى بيئي واقتصادي واجتماعي لمناطق لطالما اعتمدت على المياه. إنها منطقة أزمة ناجمة عن التنمية غير المستدامة. هنا تختلط مياه نهر زايندارود بكارون، إذ يمد الأخير الأول بأكثر من نصف مائه، وحتى يقوم بذلك يصنعون فوقه الجسور ويعدل مساره ويستغل بشكل عشوائي. سيبنى جسر جديد عما قريب لتحويل المياه إلى قناة جديدة ستزيد من معدل تدفق نهر زايندارود أكثر ليغذي أصفهان ويزد. تغيرت الحياة هنا بالفعل، فلم يعتد سكان هذا الجبل على مواجهة نقص المياه من قبل. قطعت شركة المياه الماء عنا، لقد خدعونا ووعدونا بإحضار مروحيات وسيارات إسعاف، لكن لم يصل أي منها إلى هنا. أي شركة؟ شركة مياه أصفهان. لما قطعوا المياه عنكم؟ لماذا؟ لأنها تدخل إلى النفق لتؤخذ إلى الجهة المقابلة. كانت المياه تحت الجبل، لذا حفروا النفق تحت الجبل، والآن كل المياه تتدفق فيه ولم تعد تتدفق هنا. لقد خدعونا، لقد كذبوا علينا. منذ إنشاء النفق لم يعد لدينا ماء، وإذا قمنا بالاحتجاج فسيقبضون علينا ويرموننا في السجن. تم تغيير مسار مصدر مياههم من دون أي تعويض. مستقبلهم الآن غير مؤكد، ولا يعلمون ماذا سيحدث لهم، وهم يائسون. هذا أدى إلى زيادة السخط، وقد يؤدي إلى مزيد من التوتر على الصعيد المحلي وحتى الإقليمي. أيها السيد المهندس، نحن مفلسون، نفد منا المال، لم يرسل أولادي إلي فلسا منذ 4 أشهر. ماذا كنت تعمل؟ أزرع وأربي الماشية. والآن؟ أنا أطلب المساعدة من الله. هناك الكثير من الجدل المتزايد في القرى الإيرانية حول المياه الجوفية والسطحية على حد سواء. هناك أيضا صراع متزايد بين المدن حتى بين المحافظات، لذا قد يتصاعد الأمر إلى مشكلة سياسية حقيقية للحكومة. تأتي المياه التي تغذي العديد من البلدات والمدن من الضخ، تجلب من مكان آخر من أشخاص آخرين يشتكون. في منطقة زايندارود يصبح الماء مشكلة جيوسياسية. في إيران إذا استمر هذا الأمر فسنستخدم كل غازنا ونفطنا في غضون 20 سنة من أجل ضخ الماء. نستخدم الآن طاقة لتشغيل مضخات المياه أكبر من المستخدمة في قطاع النقل بأكمله. بعد تحويله يصبح كارون أطول نهر في إيران، وها هو يعبر سهل خوزستان. يعبر النهر أيضاً العديد من السدود، وينتج طاقة كهرومائية، ويروي حقولاً واسعة من قصب السكر. وعندما يعيدون إليه المياه التي استعاروها تكون ملوثة بالأسمدة والمبيدات الحشرية. توجد واحدة من عجائب البشرية قرب مجرى النهر،
وموقع للتراث العالمي لليونسكو، وهو نظام ششتر الهيدروليكي وعمره نحو 2500 عام. يتغير مسار مياه النهر هنا حتى يشغل الطواحين، وقد اعتاد المزارعون على عبور عدة كيلومترات للمجيء إلى هنا لصنع الدقيق، لكنها الآن مجرد معلم سياحي. لا يتوافر في النهر اليوم ما يكفي من المياه لتغذية كل قنوات شوشتر، وقد توقفت الطواحين القديمة عن العمل لتمثل التهديد الذي تشكله أزمة المياه على مهد الحضارات، وهي بلاد الرافدين التي تعني حرفياً بلاد ما بين النهرين. يتدفق هذا النهر في نهاية مجراه إلى دجلة والفرات، وهما نهران تاريخيان مصدرهما في تركيا، وينحدران ببطء عبر سوريا والعراق وصولاً إلى الخليج العربي، ويعترض مسارهما أيضاً كثير من السدود. تعد هذه المنطقة واحدة من أكثر مناطق النزاع في العالم لوجود النفط والغاز فيها. تقع على ضفة النهر مدينة الأحواز عاصمة خوزستان التي تضخ أموال الذهب الأسود على إيران من دون أن تستفيد منها وسط افتقارها للذهب الأزرق. لسوء الحظ أصبحت المياه التي كانت مصدر تعاون الحضارات مدة 50 عاماً مصدراً للصراع السياسي الآن، أصبحت الآن مصدراً لكسب السلطة. كيف أحصل على مزيد من المياه؟ على سبيل المثال، الحكومة التركية تمارس ضغطاً سياسياً واضحاً مستغلة المياه ضد دول مثل سوريا والعراق للحصول على النفط والغاز. تقول تركيا للجميع الآن إن المياه أثمن من النفط، تطمح لتكون مصدر المياه الرئيسي لزيادة نفوذها. سبق وأنشأت خط أنابيب إلى شرق البحر المتوسط تحت حجة بيع المياه لقبرص، وهي تقول إنها في المستقبل ستصدر إلى لبنان وفلسطين في الشمال وقبرص والسعودية في الجنوب. إنه طموح خطير للغاية، لأنه يقود الحكومة التركية للقول إن لم أحظى بحصتي من النفط فلن أعطيكم حصة من مياهي. لسوء الحظ إن حكومة مثل حكومة العراق وتركيا مع كل مشاريع بناء السدود على نهر الفرات التي تقوم بها، فإنها لا تراعي كمية المياه بشكل عام، وتقوم بمشاريع تتعدى كمية المياه بخمس مرات. ولا شك في أن كل هذه المشاريع ستكون لها تأثيرات سلبية سنلاحظها على الصعيد الحكومي والبيئي. نحن الآن في إيران نعاني من عواصف رملية. نحو 80% من هذه العواصف تتلقاها بلادنا من دول مثل العراق والشرق الأوسط والخليج. تأثير هذه العواصف ملحوظ على الاقتصاد وقطاع الصحة، ويؤثر على الموارد الطبيعية. لكن السدود التي تبنيها إيران هي الأخرى تضر بدول الجوار، خصوصاً جنوب العراق، بالإضافة إلى ما تسببه من عواصف رملية، وهي نتيجة مباشرة لما يحدث على طول نهري دجلة والفرات، والذي سبب جفاف البحيرات العليا والأراضي الرطبة التي كانت تمنع العواصف الرملية. عرضت إيران القضية أمام الأمم المتحدة، ونظمت أول قمة عن الموضوع، وافتتحها الرئيس روحاني بمناشدة كبيرة لنظرائه. لا نستطيع حل الأزمة بمفردنا، يجب أن نتعاون على مستوى إقليمي ودولي. نحن في الشرق الأوسط نشبه العائلة الواحدة، لا يمكننا أن ننأى عن بعضنا البعض، يجب أن نتعاون لنصبح أكثر قوة ونلغي المنافسة الهدامة بيننا
حتى تصبح المنطقة أقوى. ومنذ انتخاب حسن روحاني أعلن أنه سيجعل أزمة المياه أولوية، ووعد بإعادة ملء البحيرات الجافة خصوصاً هور العظيم في أهوار الحويزة الشاسعة الممتدة على الحدود بين العراق وإيران الذي أصبح مصدر العواصف الرملية. هذا يعني تحرير المياه من خلف السدود وإجبار المزارعين على استهلاك مياه أقل بتحسين تقنيات الري ومهاجمة المصالح المالية لشركات النفط، فمناطق كاملة من الأهوار تم تجفيفها من أجل التنقيب عن النفط، لكن أي شيء من هذا لم يحدث. نحن نتفاوض مع الصناعيين لفتح السدود والسماح للمياه بالعودة إلى الأراضي الرطبة. عملنا مع وزارة الطاقة لإيداع المياه اللازمة. أخيراً في العام 2014 تم ضخ قرابة 4.5 مليار متر مكعب من المياه في هور العظيم. تمت استعادة قرابة 83% من الأراضي الرطبة لتسهيل الوضع على السكان المحليين، وأصبحت الأراضي الرطبة جميلة كما كانت من قبل. في الواقع خسر هور العظيم في الحوزة هويته الطبيعية. حتى نحافظ على حصة إيران من المياه التي أطلقتها على جهتها، بنينا خنادق على طول الحدود مع العراق، وهذا ما أضر بالنظام البيئي. الحل المثالي هو ردم الخنادق وترك المياه في مسارها الطبيعي نحو العراق، لكن حالياً الجانب العراقي من هور العظيم في الحوزة الذي يعادل ضعفي الجزء الإيراني لا يزال جافاً، وحتى يعاد ملؤه على تركيا فتح أبواب السدود على نهري دجلة والفرات. لذا أنشأنا حركة أطلقنا عليها اسم أنقذوا بلاد ما بين النهرين، لمطالبة جميع حكومات المنطقة بأن تعي أن الماء مصدر للحياة وليس سلعة تجارية كحال تركيا وسوريا والعراق. قامت الحكومة الإيرانية ببناء السدود باستمرار، لذا لا يمكنها أن تشتكي عندما تقوم سوريا وتركيا بالمثل. الشعوب فقط تستطيع مطالبة حكوماتها بنشر مفهوم جديد للتنمية، آخذة في الاعتبار دمج الواقع الجغرافي للمنطقة كلها. النظام المائي نظام معقد في سماته الرئيسية، فلا يمكنك توقع ما سيحدث له. إنها ظاهرة طبيعية من جهة، وتتأثر بنشاطات البشر أيضا، وعلينا معالجة سوء الإدارة لنحل أزمة المياه. يعتقد البعض أن شح المياه يقود إلى الصراع، إلا أن الإدارة السياسية هي من تفعل ذلك، والأمر عائد إلينا في أن نحول الصراع إلى تعاون. نهرا كارون وزيندا رود وكل الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية في إيران في خطر بسبب تغييرات بيئية أحياناً، وبسبب تخبط النظام في بعض الأحيان، وفساد بعض رموزه في أحيان أخرى. التغيير مطلوب وضروري، ففي نهاية المطاف ليست المسطحات المائية وحدها في خطر، بل سكان إيران والمنطقة أيضاً.